ضربت قبل كده واحدة ست؟ حصل. ليه؟ استفزازية زيادة عن اللازم ولسانها طويل جدا وجوزها كان موجود. ضربتها وجوزها كان موجود؟ اه، لأن هو مش ذكر وما عرفش يرد وما عملش حاجة. طب وده التصرف الصح؟ لا، ما كانش صح، لأن هي قلت أدبها زيادة عن اللازم. طب وجوزها اتصرف ازاي معاك؟ هو إذا ما كانش اتصرف مع مراته هيتصرف معايا ازاي؟ ايوه، يعني لما حصل كده الموقف. ما انا بقول لك هو ما عملش حاجه لمراته، هيعمل لنا ايه؟ يبقى هو مش مكانه مظبوط. كان زمان قوي لما ست مثلا بتقل ادبها على راجل كان يقولها انا مش هرد عليكي علشان انا بحترم ان انت ست. لا، انا بحترمها انها ست. لو كانت لوحدها احتمال كنت ما عملت لهاش حاجه، لكن في وجود جوزها كان شكل غريب قوي يعني، فما لقيتش رد فعل فاستنيت. طب ما ضربتش جوزها ليه؟ لا خالص. يعني انت ممكن تتخانق مع جوزها؟ لانه واضح ان هو مش هيقدر يعمل لها حاجه، فانا قلت اعملها له هو المره دي عشان يعني افتح له السكه يعني. في ست مدت ايدها عليك قبل كده؟ ولا راجل. عمرك ما تسمح ان واحده تمد ايدها عليك؟ لا، اقول لك ايه؟ انا بسالك، انا عايز اعرف وجهه نظرك. ما حصلش ابدا؟ لا، ما ينفعش في اي موقف. طيب